أهلا وسهلا بكم أحبتي وأصدقائي متابعي قناة تعلم العود في طريقة سهلة مع زياد. تحياتي لكم، واليوم نبدي بفيديو جديد واللي راح سوف نتحدث فيه عن تعلم العود بطريقة سهلة، والبدايات اللي هي الأولى في مسك آلة العود بطريقة سهلة وتعلمها بطريقة سلسة جدا. طبعا احنا اخذنا الخطوط والفراغات بالدروس، اذا كنتم متابعيها الدرس الاول والثاني والثالث والرابع، واخذنا النوتات الموسيقية، واخذنا السلم الموسيقي، واخذنا المدرج الموسيقي، واخذنا ايضا الاصابع الاربعة عدا الابهام اللي هو احنا نرتكز به بمسك آلة العود. واخذنا الاول والثاني والثالث والرابع، يبدا يعني تكون بدايه حساب اصابع آلة العود هي بالاول والثاني والثالث والرابع. اليوم دخلنا في العملي لآلة العود، واللي هي راح تكون المسكه او البدايه الاولى في مسكه آلة العود. البداية الأولى راح تكون في مسكة آلة العود اللي هي المسكة، ستكون كالتالي. طبعا احنا اذا هسه نكون كبداية آلة العود راح تكون علينا، هذه راح تكون هي المسكة الأولى. احنا نحاول انه نبعد الفيديو حلمود يكون بها ملاحظة جدا حلوة، واللي هي راح تكون معرفة. هذه راح تكون عندكم مسكة الزند آلة العود. مسكة الزند آلة العود ستكون بهذه الترتيب، يكون بهذا الترتيب، انه يد كأنما تمسك برتقالة وتوضع على زند العود، هكذا تكون الأصابع هكذا ماسك برتقالة وتوضع على زند آلة العود هكذا. هذا الدرس الأول بمسك آلة العود، الدرس الأول جدا مهم. أما الريشة فتوضع في تمسك باليد اليمنى وتوضع في الريشة هكذا. هذا الدرس الأول في مسك الآلة حتى يكون ترتيبها في مسكة آلة العود. وشكرا لكم، ما عليكم غير الإعجاب وضغطون زر الاشتراك حتى يوصلكم ما هو جديد، واللي تنتظرونه في الدرس القادم هو طريقة الأصابع لآلة العود. شكرا لكم ونلتقيكم بفيديو جديد. تحياتي.